السلام عليكم، اسمي سيد راخت شيكيان، رئيس قسم النقل بشركة جي دبليو سي. خلال مسيرتي المهنية في دولة قطر لما يزيد على 15 سنة، واجهنا العديد من التحديات والفرص التي قمنا بالتعامل معها على أكمل وجه، لا سيما النهضة الحضارية للدولة والأزمة الدبلوماسية وجائحة كوفيد واستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. شهد العالم في السنوات الماضية عدداً من التحديات المعقدة التي أدت إلى اضطرابات في سلسلة التوريد، الأمر الذي تطلب تطوير استراتيجيات وخطط مرنة وابتكار حلول مستدامة للحفاظ على كفاءة هذه السلسلة. نتطلع إلى استكشاف أفضل الحلول والفرص لهذه التحديات من خلال هذا المؤتمر، والتعاون المتوقع بين مجالي البحث والصناعة.